ما في لعب، اطلع برا. اطلع برا، هيا اوريكم. يلا شباب توزعوا. انتم على بالكم قصة انتهت صح؟ لا 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 لا، القصة توها بدت فعليا. ولك والله على الكابل. ولك والله على الكابل. مشروع مع ابو حمد. انا حبيب ابو عاد. الله يبقيك يا مرحبا. مشروع انا يا ابو محمد. ها باذن الله على طول ان شاء الله. تصدق اني افكر في مثل المشروع ذا من زمان. الاسبوع الجاي ان شاء الله نبدا باذن الله. متى؟ ها ايه بدنا نخش الدراهم اظهرها. اوه تغيبر تغيبر الصرافه مليانه. من يتغيبر؟ اللي يتغيبر من هو؟ من هو؟ اللي يروح يصور الاعلانات حقت المحلات على الاعلانات هو له. الله يرزقك. سلة عناقيد. الله يرزقك يا الله يرزقك. بنزيدك يا رجال. ما ادري والله. لا تحلف بلا بدون امر. الله يرزقنا. امين. ويرزقك ابو محمد. تأكد ما عندك فلوس؟ انا. ايه. يا اخوك يتيم. بوي حتى انا يتيم. والله كلنا يتيم. والله كلنا. ولد يلا طردوني بالعصبة تلعب. الا يلعب غصب. تنزل ثوبه رياض. رياض يا ابو محمد. ارحم خالد. ابراهيم شعيل. ابراهيم شعيل. كم ابراهيم شعيل. كم ابو شعيل. كم يا رب احنا ترى كلنا اللي تشوفهم ذول في جروب. ايوه انا صدق. عاد ابو محمد جيب رياض وبكره تعال الملعب كبير وزها. لبى الله قلبك. عشان. هذا شو اسمه؟ ريان ريان كبير يا ريان كفو. لبى قلبك يا ريان. ما اقدر انا ما فعلا ما اقدر فعلا انا ودي اقدر بس ما اقدر والله العظيم ما اقدر يا اخوان. قسم بالله وانا اتمنى اقدر بس مش قادر مش قادر مش قادر. ضغطت على نفسي كثير. الاخير لعبوا حارس. يهب الشوطه.
اركن اركن واحدة حلوة حلوة شوت حلوة يا ولد 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 الصحة دي ويش؟ لا يا رجال هذا رحال رحال من الوادي إلى طيب الزول طيب الزول كان يا رجل الله يلعب كراح بطني كلها معطل الله يلعب ذا الوجه وش تقول يا سالم؟ سالفة العشاء حق شوصان؟ سالفة سالعة بكره القابله بتجي انت قاعد على العصا تم اسمع لا بعد بيكون اسبوع الجاي اذبح الذبيحه تعطنا اياها بنت قاسم احنا الرب طلق ما تذقون ليه ولا ما تذقون الا انا معكم يا ابن عمي قول لا لا الله يا ابن عمي عطنا قيمتها كم هيبه بل فوت مان بل فوت سعظني أو بل فوت سعظني والله يا قيمتها أن الكرامة الحقيقية كرامتكم أنا ودي كرامتكم يا رجال أنا بي كرامتكم ومجلس معكم إيه أنت هلا يا دكتور هلا بالشيخ هلا أبو محمد يلا حيا الله يعافيك أنا دكتور ما عندي إلا سلف حزن اللي بيسلف حزن يجي يوقع على أبو قديم غيرها لا ما عندي طيب شحالك الله يعافيك يا مرحبا ومسهلا شرفتنا يا ابو محمد جرب يطول عمرك اذهابك المكتب جعلني قالت لي بالنهايه تاخرت علينا انا عازم لكن تاخرت كذا عندي رجع ما عندي رجع عليك عليك العشره لك ما شاء الله عليك كابتن يا اخوي 25 انا والله الخروه تحتاج زي مرجع 40 والله ولا نلطم على قاعد والله بدل عليك وانا موجود انا شوف كيف قرر ماشي كنت غلوث والله عاد استعجل هذيك عندي محزن محزن معنا لما ذاط عمرك الله يرحم من سالم ولا كان بس سويبه يلا قم 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 انت قم 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 يلا حي الرجال يا مرحبا وسهلا شو صار انا حبيب ابو فلح الله يبيك يلا حي الرجال شو صار انا الله يحيي اسمع نبغى طال عمرك تصريح ايه ها ايه الاول شدها 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 شد شد بارا ولد شد يا رجال علي الطرق انت فوز حيوان ذا الخشم اسمع وانا عديبهم ذا الريال ذولا عدبهم اقول خدوا ما حيوان ذا العيب الله شو يقول الله يرحمه لا يلا يجي شش ابو يرى يجي انت ما خلطوا شيء نبدا الكاميرات سب بالله ما خلطوا حاجه يا اخو طلقنا ليتهم انت وش ما تبون الاجر ولد قولوا لا اله الا الله يا الربع احنا بعد بدنا شوي ما خلاص يا حزوتي انا بعنا بس اسمع فايز هو حق كن حق المحكمه ارهقتوني يا ولد كل شويه يطردني جني بالكاميرا ولد في الصدق شفتنا برا الزيزه انا والله خلي الشو يمسي ما نبي يا ربع انت ما تاكلون اخابركم تكبير ايه في ذمتي الناس قبلت كبسه انا وايد ايه في ذمتي بس ها والله بس خلاص عدت تدري تدري دمها كذا بس يا ولد انا اخابركم ما تاكلون هذا واجد يا رجال بس خيف انا حرام الوقت شفت الله لا يحييك الله لا يحييك الله لا يحييك احنا موجوبها والله انا موجي زبدنا انت خلينا ناخذين اسمع قول له يلا انا ما ابغاك المحن وعشان كذا تراك ان قول له يلا ولد انت تجدد الحمل قبيل
رايح الحنة راجل انت بس بالجامع عنده بيت ايتام اسمع اسمع منعوله انا وابوي ميت ايتيم انا اسمع والله ما تجي والله ما تجي والله ما والله ما تاخذ الحمى والله ما تاخذ الحمى غير توكل على الله توكل الله يجمل حالك والله انه واجد لا لا ما عليك زين زين عادي يا ويلك من الله ولا يا ويلك طعمه لباني صغير تئس طلع قلنا شالين هالعصر اليوم من امه سحب غير استر الله يستر احنا في والله مش سعد خلاص مش سعد الكوشن هذا الكوشن جاهز كله ما شاء الله خيرك ما شاء الله ما شاء الله ايه ودك تعيني يا بس اسمع ترى منعتكم منعني مرده اقول شرب ولا والله منعني مرده شرب ولا على اقر طال عمرك لو ما كل مخليين لا يلب اسلم علي تعالي تعالي انت اللي عند الشيء يا اخي انت ما عاد تاكل تقول انت تقول ما عاد تاكل يعني جاي الشيخ اقرا يا رب يا ابو هاي ارحب يا ابو هاي معي معي يا اخو انا زد بيت قابلك يا الف العافيه شو انت ما كان عندك لا يا اخوي ما اللي يقول ما اللي يقول انت يا اخو ما تعلمني الحمد ذي غير ما تقول لي تعال يا اخوي انت راعي الاول يعني ما بشذا الوجه الله يرحم والدي لا والله غير صحيح الكلام ذا هذا جت المديكة جت لا تنشد عنها شيء راح خلاص خلي كبه ترى ما أبغى للرز أنا الرز ذا يلعب فيني الشو الشو يلعب فيني ترى يا لبي يا أنا ولا أنت ما فريق الشوي ولا فريق المغوط أنت حطوا أنا بأشوف الوضع بشوف الوضع بنذوق من الثلج أنا من محمد صقر أبو صقر تخلى بنت فيك تعال ما تسمع أبيك طلع أنا قد بوجه تعال أبو صقر تعال أبو صقر جاي تعال أنا ما جلطني إلا المطش بعد وين بو هاي مسوي حمية تعال أنا بدوي أنت مسوي حمية خلنا شوف أصبر شوف يا رجال يجعلك والله تبتي حق بيض الله وجهك حطه بيني وبينك وقرب منه للحب ما عليك ما عليك عندي ما عليك ما قاعد احد يترجل اشهد بالله اقصد بوجهك ابو مسويك لطع انا مسويك طلاق لطع عنك مسويك لا والله ما حلفت الدكتور مانعك الدكتور مالك من اللحمان اي والله طلاق انا كلكم تعرفون مستشفى حق الله اي والله يا رجل بيكتمكم يا رجل هذا يجيب ضيق تنفس والله العظيم الدهزه يا ابو هاي تسوي حميه هذا بعيد جايب الفلفل بعد يا سلام يبغى يحرق يا اخوك هكري والله اني ما ابغى اجي حولك لكن الله يسامحك بسم الله خلني بعيد ما ابغى خلني بعيد ظني ابوها يا مسوي حميه بس انا خابر مسوي حميه من اللحم لكن ما ادري وش اللي حصل انا مسوي كيتو ما هو الا بس لحم طلاق عندي بيها طعم ما عاد تشوف ما عاد تقطب الا مشبوح اي والله لا والله كل والله هذا اللي انك مسموح لا موجود عن ذا موجود انت مطوع بأننا ما كنت بطوع اليوم جمعة هذا بشوي انا وهذا خله هنا وذا خله هنا خذ دي لا انا بدأ خشمة انت بس خيبة ايه صخيب يا اخوك انا لاني ما كل ذي ولا خذ الراس خذ ذي سنون ما بها سنون سنون والله خابر انت جنبي اتكلم كنت جنبي اتكلم بوريك ما وش تبي توريني سخيف ايه لا سخيف ذا ليش لا بخريت ما يصلح ما يصلح بوريك نفسك ما يصلح يا اخوي سنون ما من حالي هوي هو انت لحالك ترى ماني بحاسب النفس لا لحالي انا بس سخيف انت تقوم ابي سخيف انت بتقوم يلا قوم سخيف قوم كله شوي كله ابوه ايش يسوي ايه ازه ايه يا مو ودي اقول ازه قصه والله يا ايش قلت انه زبار رقم واحد طلع عم بيسك الثاني موجود لا عم بيسك لا والله ما تاخذ ولا دخلت اني احكي كل ابوها كل ابوها يا تعال
كمس ما كنت ذبيحه ولا دقيت علي ذبيحه كلنا ما عاد الا المرقه تعان اللي جايبك وشنو كل مو سايب سايب انت علي سايب راح اعطيني مشب كم روح راح اعطيني ايش انت؟ راعطني راعطني يا حمادي اللي بيحكي معي. الله يوفقكم، جاي من 70 كيلو. اوكي ايش هذا؟ يلا فيها خلاص. خلص خلص حتى تخلوني انا ما معي شيء. خلصت ما ينفع. اللي جاي امك وشنو؟ وانت اللي حمر الحيمه ما بياكل او الحيمه. واللي ما واللي امس ما بقيت واللي ما تدري 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 سوى وروح شراك فيني تلقى بيض الله وجهك شراكم في الكبسه لك عليك بجنوبي ترى بس خيبه اللحم الصخيبه ماكو فوق الحلوبات هذا كل وياكل كل مهيب زينه بيض الله وجهك وجهك تحديديا هي خلنا نروح لذاك انا اتذوق معك يلا برا وفرشة وذا البي مع ابو حماس غيرها ما عندنا شيء ارحب يا ابو حماس مرحبا يلا حي يا مرحبا مسهلا الله يحييكم تحيه جلسة مصارحات ايه اخر الليل ثلاثي خدم في الباطن خدمة جميلة جدا من طهاج وسعود وفايز والله خدم الباطن مدرس الباطن كلها 15 سنة وانت فيها لحقت على المدرسين اللي درسوني توظفت انا وياه والله اي والله صادق اي والله عبد الرحمن الشراني وسيليرا ونع استاذ قد هو يجوز ضربه ريتين يا سعود لا ضربني بالعلبه حقت الماء انت يا سعيد يا رب والله لا تقول والله من يوم والله راح نعزي على اعواننا لخدعنا بدنا مشان انا وسعد وشجاع اعتبار قدام مسوي يوم دخل علينا ناس من خدعمة أنا أول ما طحت عليه مدرس الخدعمة يجي هرشني فرشم ما بقي يرضى علي حياة أول ما شد له تقول إني توني مقابلة أبي يسلم بجره بقول الله يجابك خامس من أكل قلت له لا ما عزا السلام نظري قلت هدت ما عرفك علي الحرم ما عرفني وأنت عرفته أنا عرفته بعيني إنه ينسى الجارح ولا ينسى المجروح والوال مدرس لي والله يا سعود انك باقي حاقد على هذا الحين اي والله يا ولد كان يفرشنا فرشنا يا ولد تبو اللي ما فات عيني يلا المديك ولا تروح للشاي ام حماس بيمنع كل ابي بطل لا والله ذيك الايام يفرشوني ولا نروح ولا نقول شيء انا اسكت ما نقول شيء والله يا احدنا لا الله يستر عيادك ويبيح منه ابو عرى سعيد والله يا فرشني فرش ولد الله يسامح ناصر هشبول ناصر هشبول دخل راسك بالكرسي ايه اذكر هي ضربه مهيب زينه يعني ما تحكى بالاعلام بس انت خليك على فهمك ادخل راسك بالكرسي وعاد فسر عالم صادق عزره صادق اما ابو احمد عتبته انا انت يا ناصر ناصر بالوجه تركت انت عينت تركت جايني هنا اقرا اول تعيين له كلامك صادق قلت اخوك ناصر قلت ايه لا هو دخل اخوك ناصر بالكرسي لا ادري عنه بس انه درس أول تعيين له ثاني سنة في الباطن وجاء سمعت أخباره وشدت وحط له وبالتالي لا الله يسعد أنا حضرت نور حميد إيه حضرت عليه إن شافتني يوم من الأيام ألبس ست سراوي حول أشهد الله علي خير يا أنا بقول لك أنا في زمنكم أنتم ترى غير زمننا أنا وذا والله العظيم يا ولد احنا كان عندنا في الباطن شيء يا ولد درسنا انتو اسمع اقول انتو يعني احنا درسنا مصالح انتو كان عندكم نامس وانتو صغار وين نامس والله ما ظني ما كنا نعرفه والله ما كنا نعرفه يا ابو محمد تصدق بالله والله ما كنا نعرفه والله ما كنا نعرفه يا ولد ما نعرف الدبان صح بس نامس النامس ما كنا يا اخي كل اللي حق على جيل انا يمكن لحقنا على شقاق 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 عظام من الطيبين بقولك حاجه انا دارس لي شيء من عام الثلاثين وجاي احس ان الدراسه ما عاد عادي ما ادري عام الثلاثين عام الثلاثين تدري وين لي ادرس ثالث ابتدائي ادرس اول ثانوي لا ادرس
أكبر. ارحب. الله يبقيك. ارحب. مرحبا ومسهلا. درسوكم صاري؟ لا هذا طيب هذا هذا من جيل. وش المدرس اللي ما تنساه في حياتك؟ أبو بكر. اللي أبو بكر أبو بكر. أبو بكر ولا ذاك السوداني الله يرحمه علاء. لا علاء ما لحقت عليه. ضحكت عليه بكر مصطني لان في التحفيظ يا اخي عام الثلاثين انا وابو محمد نوزع ماء كل عصريه صدقه الوجه الله ايه الحمد لله في العشاء نوزع ماء و... ما مش حيران ما زمان ما شراب ايه كراتين توزع كراتين اللهم لك من اللي كله سنت ما كان, كان هذا 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 طلع عمرك من جيل الروض هذا مولد 20 الله يعافيك والله ما عرفتها الروض والله ما عرفتها اي والله لا هذا هذا مواليد العشرين مواليد 2000 جديد تجلس معي هنا يا عدل تجلس شوف هيئتي هيئتها رجل خلها بدون مسك يضحي والله ما يضحي رجل ويش من المدرس ما تنساه هذا بصدر. هذا ابو صقر العصور اللي مارسها كلها ألف 1400 خشب من المدرسين لا جاك صرف كاش اذكر اذكر انا اذكر اذكر والله هني كان يجيب عندنا بالمدرسه انا من انا من جيل الصرف شنطه في شنطه يجيك في انت ترى ما بيني بينك شيء انت لا لا هذا شاك وي لا والله ما بيني بينك شيء يا رجال وين هوا بيني بينك يمكن لا 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 بيني بينك 10 انت نيد ابوي جعل ابوي بالجنه وتقدير له احنا قد جهزنا قبله ترى منو فايز الله يحسن الخاتم انت والله ما يحق لك الا طعمك ومسويك كذي لا شاق النابه خليني اشوف اضرها اشوف يمكن يا صغاركم وش دقيقه كم تعطينا انا عمر الحين وش قصرت معك انت تدري انت كريم ما حد يبيك ما يبيك الا انا وش قصرت انا معك تعود من الشيطان لا 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 وش تعود من الشيطان يا رجال وش تعود من الشيطان وش اللي مزعجك علمني يا ولد جاي من براد جديد ولا علمني ما قال لي انا انا وانا انا ابن عمك اللي ما التفت فيك الا انا يا ولد ولد انا ما التفت فيك الا انا يا ولد فورد هانا فر البرسك الصحون اللي تقابع رايحه جايه تضحك تضحك يا رجل ذا الرجال يقهرني ما في دم يا ولد ما فيك دم يا ولد برر له هو يا ولد براند ما علمتني به ابن عمك معك طول السنين كلها هل علمني وهو وش هوش ها بيرضيك بيرضيك تعود من شر علمتني بالبراد الجديد وانا رفيق نروح ونجي ونركب الهورد نركب ستة قدام ونصحوا البرص رايحه جايه الفشفاش ايش هذا بالفشفاش افك علي الطلق والله نضرب براس الرجال لا دقيقه والله دقيقه ممكن نجهز لكم مفاجاه والله العظيم انه باقي ما فتح بس ما انا شغل علمني طيب حط عندي خبر قول يا ابو هذا مفاجاه وش مفاجاه انا حي انا مفاجاه انا بفجح البراد ذا انا يا رجل وش اسوي ذا الحين محرش يا محمد صقر علي اتخابرني ايه رب لا ما صدق بمسويك ابو صقر علي الحرام صدق بها وانا طعنك تطعيم بها ذا اللي بيجي هنا بيدخل علينا بشر ما طعنك بمسويك كذي اللي يجيبها خلص يا ولد اسمع اسمع فايز سالتك بالله انا سولفت لك عن شيء الملح مكثرين انت انا ما طريت شيء بس الرجال جاي وش دراه وش دراه من وش دراه من العرب مجنن كيف مجنن كيف دروا بالبراند هذا هالك 5% لا ما تكفي طيب انا ليه ما تكفي باي حق انت تاخذ اصلا ارباح رفيقك رفيقك وخويك وابن عمك لحقنا عليك هذه خالصه يا ولد تهون عليك عشره رجل رجل بيهرفني وانا باقي حي ادري انا يا اخوي رفيقك مالك بدون ضرب بدون ضرب مدت يدك شو البراد ذا عني ولا بدخله المستشفى انا اللي هونها اللي هونها اني مرتب العم شوصان بشحنه اول واحد توصل له حتى براندة انت حقت العطورات كل ابوها اشمشمها مع المسلمين كلها شمشمها نعم وهي ما غير يعطي الرجل وانا ما شفت لا منه لا براند ولا يا اخي كذاب يا اخي شحنت له وعي يستلمه هل ما تستلمها انا عندي الصراف انا عندي الصراف تدري ايش يقول تدري ايش يقول استلمها روح يا بهاج استلمها ورم العرب يا نعم نعم لا هذا من حقي طيب سعد اخوك فاضي اخوك انا فاضي سعد اخوك سعد 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 اخوي ما ادري انا سعد ما لا هو يقول خدمني وخدم اخوي روح جيب امي وي هذا انت زودتها ترى يزود 5% وديك الحزه انا